للحديث عن تزايد الاغتيالات في صفوف الحرس الثوري الإيراني وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، معنا من ستوكهولم الصحفي والكاتب المختص بالشأن الإيراني الأستاذ طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، مرحبا بك. اغتيال ضابطين في الحرس الثوري الإيراني وتسمم علماء نوويين إيرانيين، ما تداعيات هذا الأمر على مستوى الأمن الداخلي الإيراني؟ بعد السلامة لكم ولمشاهديكم الكرام. بالطبع هذه الاغتيالات هي ليس وليدة اليوم، حقيقة بدأت لفترة ليس بقصيرة، وخاصة في صفوف قيادات الميليشيات وقيادات حقيقة في الميليشيات التابعة للحرس الثوري، وحسب التقارير الذي تصلنا ويعلن عنها الكثير منهم كان يعمل خارج حدود جغرافية ما تسمى إيران، وأيضا في المنشآت النووية الأمنية والعسكرية. هل هذا يعني أن هناك اختراقا عالي المستوى في طهران في إيران، رغم الصورة التي تحاول إيران رسمها للعالم؟ أكيد بالنسبة لما تدعي إيران، وليس في فقط قضايا الأمنية بل حتى الاقتصاد وحتى الظروف الغائمة وحتى يعني الانتفاضات والسياسة الداخلية لرفض الشعوب، هذه كلها طبعا تسوق لها إيران عبر قنواتها وكأنما يعيش البلاد وهو في أمن 100%، ولكن ما يحصل حقيقة 100% عكس ما يدعي النظام الإيراني اليوم. يعني الوضع الأمني يعني أشد رخاوة وأشد يعني اختراق يخترق، ليس فقط في مجال قتل إرهابي هذا النظام بل حتى الثروات التي تنهب بالمليارات وتخرج عبر المطارات وعبر الحدود، وهذا كله يدل على أن النظام الإيراني فاشل بكل سياساته وبكل ما يدعي ماذا للعالم. عن وحتى إيران؟ إيران بطبيعة الحال لديها أدوات سواء في العراق متمثلة بالميليشيات أو كذلك في لبنان وفي سوريا كما الحال، ماذا عن هذه الأدوات؟ هل ستتأثر بالضربات المتتالية التي وجهتها إسرائيل أو ستوجهها؟ أكيد بالتأكيد أنه بقاء هذه الميليشيات الإرهابية أمثال حزب الله وغيره والميليشيات التي في العراق هو بقائها وقوتها من النظام الإيراني. نحن شاهدنا بالآونة الأخيرة خسائر فادحة بالنسبة لبرنامج إيران السياسي، أصلا خسارة بالانتخابات بلبنان وخسارة في العراق الشقيق المحتل، هذا كله دلالة واضحة بعد تراجع السياسي والاقتصادي داخل جغرافية ما تسمى إيران يؤدي مباشرة على ذيولها وعلى ميليشياتها حقيقة الذي صنعتها بأموال الشعوب وقتل الشعوب وتدمير البلدان الموجودة فيها، إن كان في لبنان أو اليمن وسوريا والعراق. هذا كله أكيد يؤثر، وأنا أتصور يعني ستنهار هذه الميليشيات قبل أن ينهار النظام. هذا فيما يخص البرنامج السياسي، ماذا عن البرنامج النووي؟ هناك علماء إيرانيون يغتالون أو يسممون، ترى هل البرنامج النووي الإيراني الآن في مهب الريح؟ البعض يصف البرنامج النووي أنه أن إيران على عتبة الحصول على قنبلة نووية، ولكن مع موت العلماء النوويين في إيران، هل نستطيع القول بالإضافة إلى وجود الحرب الإلكترونية السرية، هل نستطيع القول أن البرنامج النووي الإيراني في مهب الريح الآن؟ أكيد. نحن اليوم أنا وأتحدث معكم يعني قبل دقائق كان هناك انفجار ضخم في محافظة شيراز الفارسية وراح ضحيتها لحد الآن الأخبار المقدمة 81 مصاب، وهذا كله دليل واضح أنه المشروع النووي الإيراني الذي صرفت عليه آلاف المليارات حقيقة هو بمهب الريح. يضاف على ذلك الفشل السياسي الآن والقرار الأخير الذي يعني صوتت إلى الدول أكثر من 30 دولة لنقل ملف إيران أصلا لمجلس الأمن، وهذا حقيقة مؤشر مهم أنه النظام
ومشروعه النووي سينتهي وينتهي إلى الأبد إن شاء الله. وحتى الدولة الذي سميت إيران زورا وبهتانا حقيقة منذ عام 1937 أنا أشوفها تتجه نحو الانهيار الكامل. يعني تتوقع أن تكون هناك هجمات إسرائيلية جديدة أخرى فيما يخص البرنامج النووي الإيراني؟ ليس، اسمحوا لي يعني أن لا أوضح لكم موضوع إيران. الآن أصبحت لديها كثير من الأعداء، نحن نشاهد يعني تدخلها وحقيقة مخابراتها وإجرامها بالعالم كله، ليس إسرائيل فقط يعني طرف معين، ولكن هناك نحن نرى الشعوب منتفضة أستاذنا الكريم، الشعب العربي الأحوازي والتركي الآذري والكردي وغيرها، وأيضا حتى جهات دوليا كانت إقليمية أو غربية هي اليوم بصدام مباشر مع النظام الإيراني، إن كان على قضايا اقتصادية أو حتى تدخلاتها. وإحنا نرى يعني مخابرات إيران، وقبل يومين بأحد الدول الأوروبية هناك أوقفت طائرة إيرانية تحمل مجموعة من الإرهابيين، فهذا النظام أصبح عدوه ليس واحدا. وأتصور مثل ما تفضلت حضرتكم المواجهة ستتسع مع إسرائيل والنظام الإيراني، وهي نراها نحن يعني القصف على الأراضي السورية، من الممكن أن إسرائيل ولديها القوة. هناك تحالفات موازين القوى كما هو معلوم، وروسيا الآن منشغلة بالحرب في أوكرانيا، ترى كيف تصف يعني بحسب طبيعة قواعد الاشتباك بين طرفين فقط بين إيران وإسرائيل، ما يجري بينهما تحديدا؟ هل هو صراع حرب مصالح أم حرب وجودية؟ كيف تصفها؟ لا إحنا اسمح لي أستاذ، لا بد أن نشير لموضوع. نحن نسمع دائما عن هتافات الذي تطلق على ألسنة قيادات الدولة الإرهابية، بغض النظر عن نوعية يعني الكيان الإسرائيلي وشرعيته وعدم شرعيته، طبعا هذا لديه حديث أخير، ولكن اليوم أصبح التهديدات الإيرانية لهذا الكيان كما يدعون أنه سيمحون مدن وسيمحون يعني هذا الكيان برمته. فأنا أتصور هو صراع يضاف على أنه صراع مصالح وصراع اقتصاد، هو بالأساس أصبح صراع وجود. وأتصور اليوم أتصور الجهتان هما يفكرون به إنهاء البعض، وأنا أتصور الفرصة اليوم خاصة الأضرار التي وجهت للعالم بشكل عام، حقيقة النظام الإيراني أصبح لا يقلل من أهمية خطره على المنطقة وعلى خاصة أمتنا العربية. مع أن الكثير يذهب بالوصف بأن الصراع ما بين يعني الكيان الصهيوني أو وإيران هو صراع مصالح، ولطالما كان هناك تخادما ولا زال هكذا يرى البعض. نشكرك شكرا جزيلا من ستوكهولم، الصحفي والكاتب المختص بالشأن الإيراني الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.